إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي ما دام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي ما دام راسي حي بسوي اللي علي. مشاهدين السلام عليكم، مرحبا بكم، عدد جديد ولقاء جديد كيجمعنا بكم دائما في إطار برنامجكم برنامج رصد حالات الشفاء، برنامجكم ولا تيأسوا من المغرب. اليوم كنتواجدوا في مدينة الرباط وبالضبط في منطقة ديور الجامع، يعني منطقة معروفة هنا في الرباط. أكيد أنه جينا عند السيدة إتلامين فاطمة. سيدة فاطمة اللي عانت يعني الأمرين سنوات طويلة مع مشكل المس، وهي اللحظة الحمد لله بصحة جيدة. سيدة فاطمة غتحكي لنا كيف كانت رحلة المعاناة مع المرض وطريق الشفاء الذي تأتى لها من بعد طرق عديد الأبواب، ولكن ولله الحمد تفتح لها باب مركز الهاشمي للأعشاب الطبيعية، وهي الآن بصحة جيدة وستحكي لنا كل هذه الأمور خلال حلقة اليوم أعزائي المشاهدين. أكيد أنه غنتعرفوا على هذه التفاصيل كاملة إن شاء الله، غنتعرفوا على المرض ديال السيدة فاطمة لامين أو إتلامين، وغنتعرفوا أيضا على طريق الشفاء كيفاش تاليها وكيفاش يعني كبدات وعانات من أجل الوصول إلى هذه النقطة اللي كيحلم بها عديد الناس وكيحلموا بها الجميع. أكيد أنه يعني المريض عندما يعني يلم به يعني الابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى فيبحث ويطرق جميع الأبواب من أجل الوصول إلى نقطة الشفاء، وأكيد أن الشفاء دائما هو بيد الله عز وجل، وأكيد أن مجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية هي سبب تقودكم نحو هذا المبتغى اللي هو شفاء إن شاء الله تعالى. فأعزائي المشاهدين نخليكم تفرجوا اللحظة في حلقة السيدة إتلامين فاطمة. السلام عليكم، أنا فاطمة من الرباط، وكنت مريضة والحمد لله الساعة كان عندي المس والسحر والعين، كنت ما بيا ما عليا حتى حسيت براسي ماشي هي هذيك. صافي دخلني داكشي ما عقلتش على راسي، صافي كنتعصب بديت صافي كنت كنقدر نجلس في الدار. صافي بديت كنمشي للطبيب، كل طبيب كل طبيب كيقول لي راهي الاعصاب. صافي ما داك الدواء كناخذو ما حديني كناخذو ما حد انايا كنزيد. صافي واسمع خويا راه كان معاكم وخد هذا وقال لي راه سميتو كديت نمشي عند الدكتور الهاشمي هو وصافي مشيت تما وخديت جرعات. الجرعه الاولى ما دارت لي والو، الثانيه ما شويه، والثالثه هي اللي حسيت بها الحمد لله، وزدت الرابعه والحمد لله دابا كنحس الحمد لله التحسن ربي يشكرتو. كنت معاه بيا ما علي ما كان فيا حتى حاجه، كنت ما فيا حتى حاجه، تحسيت براسي صافي ما كنتش كنقدر لا نهضر مع شي واحد لا ما كنحملش حتى الناس. صافي بديت كن توخر من عباد الله وصافي ما بقيتش كنحمل لا راسي لا ولادي لا حتى حاجه. وصافي تما وقال لي اخويا سيري ديري رقيه، ولي درت رقيه قال لك راه فيك لمسة في السحر. هما مثلا كنعرفين شنو كاين، عارفين كاع عارفيني مريضه، وكيقول وقت ملي كنجي كنتخنق كيديني الطبيب ونفس المشكل، يلا كيجي رجعني من الطبيب عاود نفس المشكل عاود كنمر. صافي من هذا وانا نمشي عندكم ملاقيات ما نقولكش بزاف. ومن بعد تبعت مع الطبيب ديال الاعصاب الدواء ديالو يعني ما كاينش شي تحسن. اش نقول لك، التعب تعبنا بزاف. لا المهم مضر بزاف اللي واكل العصا ايوا الحمد لله داس صحيح بزاف. اش نقول لك، خصوصا ملي كنت كنتخنق كنمشي للطبيب، كنمشي للطبيب مخنوقه يلا كيدير لك داك الاكسجين كذا كتنفسي كتقولي راكي مزيان الحمد لله، كنجي للدار عاوتاني نفس المشكل يوميا. انا عندي يوميا عندي الطبيب يدوني للكلينيك دارو يوميا خصني نمشي لهذا. صافي من بعد قال لي راه ديري تخطيط القلب كلشي حتى حاجه ما بانت. وصافي وقالوا لي واحد السيد قال لي راه كاين واحد الطبيب ديال الاعصاب تمشي عنده. مشيت عنده كيخرج لي داك الدواء اللي داك الدواء محدي كان صعب ما حدي انا كنحس براسي ماشي هي هادي. وصافي وخويا قال لي خصك تمشي لعند الدكتور الهاشمي حيت هو كنتبع معاكم كلشي كيقول لك راه عندك الاعصاب كلشي. طيب اللي مشيت عنده كيخرج لك الدواء ديال الاعصاب وانت راه ما عندك لا اعصاب لا والو. صافي كنتخلق في الدار ما كنتش كنبغي نجلس في الدار، تخلق بزاف
قلت قال لي خويا خصك تمشي للدكتور الهاشمي، مشيت. عندي حتى الوليد صغير، كان عندي الله عنده عام، وضروري غتكرفص واخا مع خوتي وداك الشيء، ولكن راك عارف كلشي عنده دارو وكلشي. ايوا الحمد لله على كل شيء. ضروري ضروري اللي ما عارفش دايز داك سميتو ما كيحش بيك، كيحسب راهي انتي باغيه تزيدي هذاك، حيت عادي حتى واحد اللحظه صافي حسيتي براسك ماشي هو هذا. حسيت براسي ما كان، ما حسيت براسي ما فيا حتى حاجه والو، كنتحرك عادي بخير ما فيا والو. حتى واحد النهار حسيت براسي صافي داكشي طلع لي من رجلي، من رجلي طلع لي صافي، مبقيتش كنحس بتركاز والو صافي، وبتخنق خصني نخرج على برا صافي. من تما وانا في الطبيب 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 شي عام، يمكن شي عام وانا مع الطبيب مع الاطباء والو والو. صافي في الاخر وانا نمشي عند الدكتور الهاشمي والو، لا ما نقدرش انا ناخذ داكشي الاعشاب ما نقدرش. مشيت حيت اصلا خويا مع مشى عند الدكتور الهاشمي، يعني عندنا سميتو هو كيقول لي اماك كيجي عندي كيقول لي خصك تمشي، خصك تمشي راه تما عندك الدواء ديالك. وكنقول له واخا 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 صافي. حتى واحد النهار زيد القرار وانا نمشي. كاينين حتى شي ناس كيبقاو يقول لك لا ما انت ما فيك والو، ملاش تمشي هذه هذه صافي. بديت جلست واحد النهار مع راسي قلت هذا الشيء انا كناخذ فهاد الدواء وكلشي، يقول نمشي نمشي ناخذ داكشي اللي كان خويا كياخذو ونتمنوا خير. والحمد لله ومشيت خديت ديك الاولانيه ما دارت لي زعما والو، زيد الثانيه شويه، الثالثه عاد حسيت براسي بخير. انا مين دبر خويا وبريت انا ما شنقول لك، ما زعما من ما انا اي واحد كيقول لي راه في هنا 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 كنقول سير للدكتور الهاشمي. وكاين اللي ما كاين اللي زعما اللي كهذا كاين اللي ما كيصدقش كيقول لك انت هكذا. وانا قلت له مين دبر خويا وبريت انا مابقاش كنذبوا داكشي حقيقي حقيقي الحق، ما بغاو يقولها لي ونقولها لي الحقيقه هي الحقيقه.